أصدقاء الدراسة هم الذين تقضي معهم معظم أوقاتك، تصبح عاداتكم وتصرفاتكم واهتماماتكم متشابهة، فقد يؤثر عليك الأصدقاء بشكل إيجابي مثل التشجيع على المذاكرة أو على الرياضة أو الانضمام إلى أحد الأنشطة التطوعية، وهذا هو تأثير الأصدقاء المحبب. ولكن قد يحدث أحياناً شيء خارج عن المألوف، فينساق أحد الأصدقاء إلى ما هو غير مرغوب فيه، حيث من الممكن أن يتشارك الأصدقاء بعض المخاطر والأخطاء. من هنا يبدأ الخطر يدق أجراسه. فهل أنت مستعد لهذا إن حدث يوماً ما؟ لوضع نقطة فاصلة في علاقتك بأصدقائك؟ أعرف أنه ليس أمراً سهلاً، فقد تعودت أن تشاركهم كل شيء، ولكن هذه المرة يجب أن تتفادى المشاركة. قرار يبدو صعبا في بعض الأحيان، خاصة مع تكرار الإلحاح وعدم رغبتك في معارضة أصدقائك. ولكن احذر، لو وافقت مرة واحدة فإنك لن تستطيع أن تعارض بعد ذلك، لذلك يجب عليك أن تدرب نفسك على تفادي مثل هذه المواقف. وإليك بعض الأفكار والاقتراحات التي قد تساعدك على تجنب هذه المواقف. هلا عبد الله، شحالك؟ الحمد لله، انت شخبارك؟ تمام. اقول، تبي تظهر ويانا اليوم؟ ايه نعم، وين بتسيرون؟ بنسير حفلة في بيت سلطان لانه تخرج. يا سيدي مبروك. انزين، بتعشى وبيكم؟ لا لا، ما تتعشى ولا تشرب شيء، هناك الاكل والشرب على كيفك، ليلتنا وناسة. احمد، انت تعرف اني ما اشرب ولا ابا اشرب، لان الاشياء اللي تستوي هناك ما تعيبني، نروم نستانس بوقتنا بطريقة ثانية. هين زين، وين وكيف بنستانس؟ خبرني. أحمد، شايف الميديت في السينما للممثل اللي تحبه، وعقب لو ما تبي السينما ممكن نسير الحفلة، مو بشرط نشرب. يا أحمد، نحن أقوى من سوالف الشرب هذه. بنات تعالوا، بنروح نسوي شوبينج في هالدولة الجميلة. شكرا نور. شو هيدا؟ هذا منشط عشان تمون مستانسين طول الوقت. ما بيأثر على شيء؟ مو عارف. لا ما بدي. ليش؟ أنا نشيطة كتير لأتسوق أوروبا كلها وبيوم واحد. يا سلام نور، أحنا لازم يكون بوعينا، مش محتاجين المنشطات، لو أكلنا أكل صحي رح يكون أفضل. أنتي أذكى من هيك يا نور، هيدي الأدوية بتهلك شبابك، نحنا كلنا نشيطين بدون أي شيء. اتركي نور، ما له داعي. مبروك عليك يا محمود، يعطيك خيرها ويكفيك شرها. الله يبارك فيك، تعال تعال برويك إياها من الداخل. محمود، شفيك تسرع؟ برويك السرعة. اسمح لي أبا أنزل. أفا ليش؟ ما أحب السرعة الجنونية، حياتي أمانة والتهور ضعف، وآخر شيء ما بنستفيد من هالسرعة. اسمح لي علي، ما عليه، بنمشي بهداوة. النصائح سهلة ولكن تطبيقها لن يكون سهلا، لذا يجب عليك أن تدرب نفسك جيدا على رفض المخدرات، وتذكر دائما أن أول موافقة تجر وراءها 1000 موافقة، واحرص دائما على اختيار أصدقائك الذين يشابهونك في ميولك وهواياتك، أصدقاء يكون لهم دورا إيجابيا في حياتك.